اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام اينما تكونوا وحلقه جديده من حلقات برنامجكم سيفي، دائما بالسيفي متفقين وياكم نجيب الناس اللي عندها يعني سيره ذاتيه ممتازه في مجال الرياضه، وضيفنا لهذا هذا اليوم واحد من نجوم دورينا وبالتاكيد مثل العديد من الانديه بدا من نادي الصليخ ثم الكهرباء ثم امانه بغداد بعدها ذهب لدهوك من ثم زاخو بعدها نفط الوسط والشرطه واخيرا بقي في النفط مثل المنتخبات الوطنيه خير تمثيل مع منتخب الشباب وبالتالي استدعاه بعد فتره راضش الشنيشي للمنتخب الوطني بعد ظهوره بشكل طيب في دورينا ذهب مع المنتخب الوطني في كأس القارات التي اقيمت في جنوب افريقيا بعدها ظهر بشكل طيب في دورينا ابتعد عن المنتخب الوطني واستدعاه مره ثانيه راضي شنيشل الى كتيبة الأسود في تصفيات كأس العالم الأخيرة وعاد من ماليزيا لعدة أسباب المهم هو أحد نجوم الدوري العراقي الذي توج به مؤخرا فريق الشرطة فتهانينا لفريق الشرطة وأهلا وسهلا بعصام ياسين نجم فريق النفط وواحد من مواهب دوري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك كابتن أمين قناة الطليعة برنامج سي في وجميع المشاهدين إن شاء الله تكون حلقة مميزة إن شاء الله زين أه مو يعني سجلك حافل بالانتقالات بدءا من نصلخ مرورا بيمكن 10 أندية تسع أندية تقريبا وصلت أخيرا للنفط مو حلو واحد ها بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما تعرف يعني هذا احتراف مم. يعني قدم لك عرض زين زين أه تروح تمثل النادي اللي اللي مثلا تسمع سمعة طيبه زين وادارته جيده اكيد يروح تمثله يعني بدون تردد بدون تردد لا زين كل الانديه ما عندك مشاكل وياها لا الحمد لله زين احنا ما نريد نروح بعيد تعرف انت السي في برنامج السي في ناقش مجموعه من الصور محطات مهمه بحياتك الصوره الاولى شوفوا شباب الصوره الاولى امانه بغداد حيدر عبود علي النعماني يمكن علي عدنان نعم صقر عجيل سلام محسن نعم سلام محسن سلام محسن احمد حنون لا علي الجواد علي الجواد علي سهل نعيم تيسير وباسم عباس رافد ابراهيم رافد ابراهيم هو عصام ياسين نعم امانه بغداد اول محطه حقيقيه تحس بها بصراحة مثلت نادي صليخ بعد نادي الكهرباء من خلال نادي الكهرباء مثلت منتخب الشباب ها اي نادي الكهرباء مثلت منتخب الشباب بعدها مثلت نادي الهوك زين انا خليني من يقولون المحطه المهمه بحياتك هذه صح؟ من خلال نادي بغداد انا استدعيت منتخب الوطني نعم زين ليش ما بقيت نادي بغداد؟ أه... منو كان مدربكم كريم كردي؟ كان بها ثا... كابتن كريم بعدها كريم كردي ثا... كريم نعم. كردي نعم كريم لو يحيى علوان هذه الصوره لا لا كابتن كريم كريم كردي زين لما كان مدربكم كريم كردي وانت مستقر نعم ووضعك زين ليش ما بعدها استلم كابتن ثائر احمد زين علاقتك مو زينه لا مو قصه علاقتي مو زينه بس حسيته انه يعني ما يرغب لي ما يرغب ما يرغب لي انا زين. اكون صريح وياك اي لا طبعا آه، قبل يمكن كانت قامت تسد الانتقالات زين لعبنا مع زاخو خسرنا زين آه، استلم كابتن ثائر بقينا معسكر بدهوك قبل ما تسد الانتقالات فتره حسيت انه انا يعني معزول عن الفريق أه. كانوا كنت ثلاث اربع لاعبين من الشباب مصعديهم، رحليهم. عازلهم فقام يعزلني وياهم. وانا حسيت بهذا الشيء، فقلت له كابتن انا ارجو المعذره ما اقدر استمر فقال لي عادي، باب مفتوح لك. الله ياك. يعني. اي رحت لنادي زاخو، خلاص. بقيت في. بزاخو. بقيت بزاخو موسمين، بعدها مثلت آه نادي نفط الوسط. لا احنا خلينا من البعث، انا كلامي عن امانه بغداد، لانه السبب يعني حتى يكون بتعرف هذه محطة مهمة بحياتك أكيد بغداد أكيد لعبت مع حيدر عبيد، سهل نعيم، علي عدنان، صقر، لاعبين كبار، لاعبين على مستوى عالي الجمهور يسأل مثلا يقول لي ليش ليش طلع من أمانة بغداد؟ خلاص أنه أنت طلعت بسبب تار أحمد طبعا تقولها بمئة الفم صح 100% ما ورا فترة ما حكيت وياه؟ لا بعد استق... من جلستي من من الوسط وهم راد يبعدني ايه بس ما قدر ليش؟ مستواك زين؟ يعني مستواي كان بزي. زين والاداره كانت مساندتني بصراحه اداره بغداد ما ساندتك؟ لا اداره بغداد ما لا لان كابتن ثار كان مطيه مطلق الحريه رئيس النادي انه الا تختار اي لاعب يعجبك تختاره ف مطلق الحريه فاكيد اذا طمطلق مطلق الحريه المدرب يختار اللاعبين اللي مثلا هو يعني. يطلع عصام؟ كان ف... يطلع عصام؟ لان هو بكته الاداره استحوا يقولوا لي ها مطيهم كان خبر انه عصام خارج, الفريق زين انفجر يوم دعيت عليه؟ لا, لا انا ما ادعي على احد <applause> انا ثبتت له انا شنو؟ والله من خلال انتقالي نادي الزمالك حكيت حكيت عليه بمكان ثاني؟ ابد انا ما احكي عليه مدرب؟ انا ما احكي عليه مدرب والله. وجهه نظره آه وجهه نظره ها. اكيد يمكن هو وجهه نظره تختلف عن باقي مثل المدربين يجي مدرب تختلف وجهه نظره زين وجهه نظر انت بعدها من صرت بهاي الصوره مثلا شوف هاي الصوره الصوره الثانيه شوفها يلا شباب وين الصوره الثانيه؟ آه ضد آه سباستيان سوري ضد آه قطر ضد قطر أول مباراة دولية دي. أول مباراة دولية ما قلت له كابتن معود هذا أنا أكيد شاف المباراة ها بعد هالمباراة اه. بالمناسبة كابتن اه. بورا من اه. خلصنا المباراة دخلنا المزاع صاحني الي ولاعب دولي كان عنده مباراة 15 و 20 مباراة دولية بدون ما أذكر اسمه زين مترجم موجود قال عصام كم مباراة دولية عندك؟ قلت له هاي مباراة قال له فلان لاعب قال له كم مباراه دوليه؟ قال له 15 و20 قال انا عبارة بالي صورت عصام عنده 15 مباراه وانت اول مباراه انا قلت له ليش؟ قال له لي انت كنت خايف بس عصام كان لا ما كنت خايف بيه اي بيها انا وهاي خلال المباراه آه قدرت آه افرض نفسي ويا 23 لاعب اللي راحوا البطوله القاره راحوا البطوله القاره نعم منو اللاعب؟ ما, ما اذكر اسمه لاعب كان مهم اه بالفريق؟ اي اذا عد لك اسماء تقول لي لا 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 <applause> لاعب كان يلا احنا بالمناسبه وأنا دائما اقول خلينا من المشاكل بس ممكن ثار احمد شافك بالمنتخب الوطني. انت بداخلك تريد تثبت للناس الفريق هواي لاعبين لما يطلعوهم من فريق ايه؟ خلاص تنتهي حياتك. لا انا بالعكس انا احب التحدي. تحب التحدي. <applause> كل لاعبين قريبين من عندي يعرفون في انا احب التحدي. واكو مدرب ثاني هم ما اذكر اسمه ما اذكر اسمه الله يوفقه. هم قال أسوأ لاعب دربته هو انت. قلت له انه كلامك على عين وراسي انت مدرب كبير بس ارجو منك انه تتابعني بعد انه شوف انا عصام ياسين ايش راح يصير بعدها اخذ الدوري مع نفط الوسط واخذت افضل مدافع واجمل هدف بالدوري عندي طلع لقاء مع بقناه الشرقيه سيلو قال انه اكو خلل في المنظومه الدفاعيه بالمنتخب والحراسة المرمى قال انصحهم انه يستدعون مدافع نفط الوسط عصام ياسين وحراسه المرمى نور صبري والله والله العظيم زين زين فانا احب التحدي ها هو قال عليك قال اسوء لاعب لاعب دربته بحياتك خاف يقصد انه انت ما ملتزم بالتمرين تتاخر ما تجي سياره ما عندك انت سياره ما عندك ما تعرف السوق ما تعرف أنا ما تعرف السوق كل اصلا تعرف بيه انه انا النادي تمرين تمرين النادي ما اعرف ولا ولد ايش قال بالمناسبه؟ قال له ماسين شفته نزل من كوستر بنادي النفط كوستر؟ لا ما اصعد كوستر ما أطلع تاكسيات انا استحي صراحه ما طلع شيك اياها مال كوستر لا ما تعرف لا من هنا لهنا اصعد تاكسي ما تعرف ما اعرف ما احب نعلمك ما احب السيارات ها ما احب السيارات ما تحب السيارات لا لا زين يلا مو مو فد مشكله زين هذا المدرب نعم شافك مثلا اي هذا المدرب اللي قال هذا اسوء لاعب دربته حياتي عصر. نعم حياته هو اسم كبير بالمناسبه من هو؟ لا لا قليل م... بعد بقى... مو فد شيء سيء هذا عليه لا بالعكس إن هو انت مدحته قلت انه ورا فتره ثبتت له لاعب جيد انا ثبتت له انه هو كلامه غير صحيح وانا كل يعرفون بيها ملتزم بالتمرين بالمواعيد زي. ابد ابد يعني احنا المدا... مشاكل ولا لك. المدافع, و... المدافع ما حكيت اسمه خلي هذا لاعب مدرب طبيعي لا لا خليه خليه جزاء الله سبحانه وتعالى بعدين صادفنا بي الله اعلم ممكن تخاف ايه. يوم ممكن تكون يمكن ايه يمكن هو يدرب فريق يقول انه مدرب انا من المناسبه عن النوع اللي ما اتكلم على اي مدرب زين خليني اقول لك في الموضوع شباب اعطونا الصوره الثالثه حتى تكون واضحه وياك هذه صوره نفط الوسط اه هاي النهائي هذا النهاية، عوفك من النهاية، هذا انت موجود مع نفط الوسط، امجد عطوان، نعم. تامر حاج محمد، نعم عصام ياسين، جاسم محمد، جاسم محمد، محمد نومي، ايضا نعم. صعد زاخر زاخر نبيل خالد. وفارس حسون، علاء علي. الشبلي، نور صبري، امير صباح وعدي جفال عدي جفال، هذه فريق نفط الوسط فريق ممتاز جدا هنا فريق متكامل نعم أوه، فريق متكامل وعنده ايضا مدرب جيد اللي هو عبد الغنشد عرف شلون يتعامل مع مع المباريات نعم. زين آه، انت هنا أنا كنت بالدرجه الثانيه تعرف مو بهذه الصوره قبلها رحت تلعب الدور الدرجه الاولى اني إيه؟ لا من زاخو من زاخو انت لا، لا ما رحت لا ملعب لعب درجه اولى ابدا ابد من زاخو من زاخو أقولك. اتصال جاي من كابتن غني تحياتنا اليه انه مثلنا مم. في الوسط ببدايه رددت بصراحه ايه أنا قلت فريق صعب بالدرجة الاولى وشفت خلال المواقع التواصل المواقع الاجتماعي انه تعاقدات مو مع احترامات اللاعبين مو مستوى الطموح يعني زين لاعبين مو معروفين فترددت اكثر من مره زين لكن بعدها قلت توفيق من الله سبحانه وتعالى قلت خليني اروح و انتم حتى دور المجموعات لعنى. يعني الكرخ كان سيء ما صعد انتم صعدتوا مكان الكرخ فرق نقطه فرق نقطة الكرخ لو غالب اربيل انتم ما تصعدون صح الوسط صح كرخ تعادل مع اربيل انتم فزتوا رحتوا الدوري احنا خسرنا مع القوة الجوية 2-0 يعني لو خسران يمكن اكثر من ثلاث اربع اهداف والكرخ يغلب او يتع... حتى لو تعادل كان يمكن احنا طلعنا كان ممكن تطلعون ايه على العموم انه انتم تاهلتوا خلاص نعم تاهلتوا دور نخبة الفريق مع امانة بغداد بالبداية يعني بالبداية كنتوا يعني وسجلوا عليكم والدقيقة الأخيرة 2-1 جر نصر الله ضيع ضربة الجزاء صح؟ نعم, نعم، من نامش الفريق صح اكو موضوع بيه... توفيقات بها آه بعد المباراة كانت مباراة القوة الزوراء والشرطة كنا قاعدين فوق احنا وكابتن غني وهاي فقلت له كابتن احنا هاي المباراة الله سبحانه وتعالى وفقنا غلبنا البغداد عندنا بعد مباراتين بملعبنا اللي هي الشرطة والزوراء والإياب نرجع نلعب ويا بغداد بملعبنا يعني اذا ناخذ المباراه تسع نقاط يعني نضمن المركز الرابع، لازم نخطط على هذا الشيء، قال آه قال آه كلامك صحيح احنا انه شلون راح نخطط ناخذ تسع نقاط، وبالفعل صارت، غلبنا الشرطه والزوراء وغلبنا مارك بغداد زين آه بعدها لعبنا امام الزوراء تعادلنا ملعب الشعب زين جينا امام الشرطه غلبناهم 2-0, صفر. 20 صفر. احنا كان التعادل يفيدنا سع سعيد سجل سعيد انا صنعت له الهدف اي نعم وفارس حسون بالبدايه فارس نعم اي صعدنا للنهائي بالبدايه يعني حتى لا يفوتنا الكلام كان طموح الاداره بقاء بالدوري الممتاز بالبدايه بالبدايه هدفكم البقاء بقاء بعدها من طموح زاد يعني فد رابع ولو اي قالوا حتى لو انه حتى باول اربعه بعد بعدها طموح زاد بالنهايه قالوا لا لازم ناخذ الكاس اها اي حتى ندخل التاريخ زين فريق صاعد من الدرجه الاولى زين ياخذ دوري زين لكن يمكن ما صايره ما صاير نعم. لا سواه شو اسمه ست انديه يمكن هي دوره واحد دوره الماني ما اعرف يمكن مم. دوري الكويتي ليستر سيتي اي يمكن من هاي ال... ليستر سيتي في الدوري الانجليزي من الدرجه الثانيه المهم اخذ دوري الانجليزي دوري الماني ما اعرف فريق ما اعرف انا الانديه بس لستر سيتي هو اللي تاهل المهم اخذته دوري نعم زين هذه الصوره الجايه تكلم عن عن صوره الدرع يقولون الدرع جاب سعيد ونور صبري وعصام ياسين وفارس لا والله بصراحة تعاون الجميع يعني بصراحة ها. بس احنا, إحنا كنا أكو واحد مؤثرين انج... يعني واحد كان يجيب لكم مي ترشونا بالشبكة ادري <applause> شنو؟ والله حقول لك شغلة ثق بذات الله هذا السؤال انا وياك راح اجاوبك عليه زين هاي صارت بي اني زين مباراتنا مع الزوراء بملعب النجف زين مهند عبد الرحمن تحياتنا له اه. حي رزق تقدر تسأله زين مهند يشرب مي قلت له مهند طيني المي اه. اللي قاعد تشرب بيه اه. طاني قلت له مهند بعد حسوي؟ رشيته على لاعبين الزوراء اه. قالوا شنو شنو؟ حاله نفسيه ها حاله نفسيه لا اكثر ولا اقل والله والله قلت له مهند شوف حتى سي. لا تقول انت سامع بهذا يعني يقولون الدور جاب نور وكذا وكانوا يرشون الشبكه ماكو ما هيك شيء ماكو شيء العالم كلها ترش ماكو هاي السالفه يعني, ما شنو, ما يعني ما شنو يعني مثلا يعني الكره تدخل للهدف بعدين تطلع انت سامع هيك كلام لو سامع سامع هوايه انه نحط الوسط وكذا 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 إيه هذا هذا نفس الكلام اللي سامعه انت اجاني برسائل خاصه اي برسائل في مواقع التواصل الاجتماعي من قلة عصام ياسين راح يكون ضيفنا نعم. اسال هذا السؤال وانا حلقه تواصل بين الجمهور وبينك ماكو شيء لا ماكو هيجي وانا يعني. بالمناسبه وانا دائما اقول ماكو هيتشي مثل ما صار مثل ما صار ويا الاداري اللي اللي في فريق زاخو الاتحاد للاسف الشديد الاتحاد يعني عاقب هذا الاداري لانه رش مي لا لازم ننظر لقضيته هذا المسكين صاحب عائله خطيه صاحب عائله عماد اكيد يعني انه تحياتنا للاتحاد وجميع من رئيس الاتحاد لاصغر عضو يعني مو بالعمر عفوا انه اصغر عضو موجود اصغر يعني. موظف اي اصغر موظف انه ينظرون بقضيته هذا الشخص مو خاطر خاطر عائلته خاطر هاي عائل دموعه اللي نعم, اللي والله اتمنى اتمنى يعني نداءنا يوصل لاتحاد كره القدم يا اخوان ترى موضوع طبيعي جدا يعني انا يعني الكلام جادنا انه بعض الناس تؤمن بانه هذا رشوا مي على الشبكه ماكو هيك شيء كذا ماكو شيء المهم اتمنى يعني ترفع العقوبه عن هذا ان شاء الصورة القادمة صورة القادمة خلينا نشوفها محطة مهمة من محطات حياتك زاخو زاخو شو ضحكت بزاخو اه زاخو جمهور زاخو ما يعني تحياتنا اللي يعشقوني يعني والله لا حتى ما اقدر امشي أه. صراحة هنا كانوا زعلانين عليه زين هاي مباراتنا ما بدهوك تعرف انت مباراه دوك وزاخو شيء تصير ديربي اي ديربي هم دائما كانوا يتخسرون زين بهاي المباراه احنا تعادلنا وقدمنا افضل مباراه كانت بتاريخ زاخو كنت نجم المباراه اني رحت على جمهور زاخو بس الشعار صالحتهم 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 كانوا زعلانين عليك زعلانين علي ليش؟ بكتين بكت يمكن تتذكر مباراه الشرطه وزاخو من الجمهور بعدين صارت ومشاكل وهاي يعني وقفت بصراحه يعني بوجههم قلت لهم هذول الفريق ضيف وهاي فوقفت يعني بصراحه ضدهم ضد جمهور زاخو ضد جمهور زاخ وقفت اي ايش آه كيف انتهت لعبتكم الشرطه بوقتها؟ صفر صفر نعم مم. لان بوقتها شفت جماهير الشرطه يعني تعرضوا يعني ضرب من وهاي منو يعني كان مدربكم زاخو؟ كابتن محمد قويض تحياتنا عليه محمد قويض السوري نعم ومدرب الشرطه كابتن ثارج السن تحياتنا عليه في زاخو في زاخو كابتن محمد قويض بعدها جاكم علي هادي يمكن؟ لا كان جاء مشرف مشرف معاكم علي مع هادي نعم زين تأدو تأدون بشكل طيب مع محمد القويض مدرب محترف شو عجبك الموضوع؟ ما يمكن جاله له عرض الدوري الاماراتي بالدوري الاماراتي نعم خلاص فرح انتهى اكيد هذا طموح يعني ممكن ياخذك وياه يمكن يمكن لا ما تك... تواصلت وياه؟ لا لا بعد ما تواصلت شو عجبك ارزاق ارزاق جاني عرض امانه الله يعني جاني عرض الدوري القطري بس مو هالموسم قبل عده مواسم ليش ما رحت؟ مبلغ مو ملبي طموحي وين؟ الخور يعني للخور للخور بس ما حد يدري بيها كان زين ليش ما خور فريق جيد ما مو ملبي الطموح يعني بصراحه حتى ما اذكر اسم المبلغ يعني العفو المبلغ اه لك يعني من المبلغ م... ما كان وين تريد بالسيت؟ لا لا يعني عقد قليل جدا زين انت تبحث عن المال لو وال... اكيد هو انت بالبدايه يعني انت يعني انت تروح بيش مبلغ هم. حتى ما يحترموك اصلا والله مبلغ قليل مبلغ قليل ما يعني من ممكن... انقل صوره على اللاعب العراقي انه يجي كذا مبلغ مم. هاي صعبه يعني. صعبه اكيد زين تلعبون تلعبون للمدربين انا بالنسبه لي العب للشعار اللي ارتديه هسه أه. انا اشوف يعني بس شعار زاخو عندي صوره يمكن بايش شعار دهوك والله والله وعندي صوره باي شعار نادي الشرطه وان شاء الله ابو شعار نادي النفط نادي النفط ان شاء الله زين طيب خلص ابوس بالدريزات ولائي للشعار أه. اللي ارتديه للشعار ما عندي ولاء هذا الرجل شوف الصورة القادمة شوف الصورة القادمة آه شاطر ها آه شاطر كابتن حسن تحياتنا إليه صح فضل عليه آه شلون صح فضل علي؟ طورني شنو طور طور من مستواي رغم أني فترة طويلة لكن من اشتغلت ويا كابتن حسن حسيت عندي نقصات هواية هو علمني عليها ويعني وقدرنا الموسم السابق نكون آه افضل خط دفاع واقل فريق عليه اهداف ثالث الدوري ثالث الدوري نعم هذا الموسم ان شاء الله رابع ان شاء الله ولو رابع. كان مو طموحنا احنا بصراحه لكن الظروف اللي مرنا بيها الاصابات وتعرف انت المشاكل اه طموحنا يكون يكون ضمن المربع زين كان زايد الابطال كنتوا قريبين نعم البطوله ممتازه جدا اكيد اه خسرتوا يا نادي الهلال سعودي واحد من اعرق الانديه في اسيا اكيد صعد ساعد نهائي صعد نهائي نعم بس يقولون بالغتوا بموضوع من فزتوا على الترج على صفاقس صفاقس التونسي احنا تعادلنا وفزنا مو تعادلنا لعبتين لعبتين صعد كل واحد صعد كل باثنين كل بالغنا من ناحيه شنو؟ بالغنا بال شلون اقول لك يعني طموحنا طموح يعني انه خلاص انه احنا راح ناخذ البطوله هاي خلاص لا ما تصريحات كابتن حسن احمد يقول محمد داود لو كان موجود مختلف محمد داود لاعب مهم بصراحة أفضل لاعبين صح اللاعبين شوي ممكن أخذهم الغرور صح لا ماكو هيك شيء موجود لكن جزء صغر العمر اللي عنده وملاعب هيك بطوله مو محمد حتى اللاعبين اكو لاعبين هواي لاعبين شباب نادي النفط يعني اخذهم الغرور مو قصه غرور وانما يعني هو طموح زين طموح زاد انه تغلب على فريق الصفاقس زين فريق كان مرشح زين. قوه ياخذ يحرز البطوله انه أه... تغلبنا عليه وتاهلنا دور ال 16 زين اكيد طموح يزيد طموح يزداد إيه. والكل يمكن كانوا كل متاكدين انه احنا نطلع اها أه. يعني احنا حتى بصراحه انا من نزلنا لاول مباراه ملعب اربيل كانت اكو رهبه اول مباراه يعني اكثر اللاعبين ما لاعبين بطوله زين فاكو تصير رهبه م. بالبدايه لكن من حرزنا الهدف مم. حرزنا الهدف لا من الهدف سجلنا الهدف الاول حرز مازن فيا لا بالعكس إنه فريق مشى كان ممكن تضيفون هدف ثاني ثاني وثالث لكن ضيعنا فرص كثيره كان كابتن ايمن موجود ضيعنا فرص كثيره زين شنو كان دور الكابتن حسن بهذا الموضوع؟ هيئنا نفسيا 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 المباراه الثانيه بصراحه هم قال هذا انه انجاز انه ليش ما بقى بالنفط؟ حقول لك شغله قول لي شغله هو انا جايبك حتى تقول لي أيه. احنا تعرضنا الى يمكن تسع 10 لاعبين الى اصابات من ضمنهم اني مم. لاعبين كنا اساسيين كنا بالفريق ولاعبين مهمين بالفريق أه بعدها يعني تشوف النتائج يعني صارت أه بين وبين تعرف انت كل بكل الانديه او كل دوريات العالم انه يعني نشوف النتائج اكيد راح يتجهون للمدرب زين ما قدروا يتجهون للاعبين نادي النفط ليش؟ كانت ماكو فترة انتقالات زين فالادارة ما تتجه؟ للمدرب المظلوم حسن احمد من ناحيه شنو يعني؟ انظلم هذا الشيء قرار عائد للاداره للاداره اي للاداره خلص. أنا ما اقدر أشياء لو كان القرار الك تخلي اني؟ ايه ابقي والله والله ابقي والله يعني بعد ما استلم بالمناسبه انتم عندكم شخصيه بالنادي ممتاز جدا انا شايفه عندكم شخصيه بالنادي قريب من اللاعبين يعني من الاداره هو لكن قريب من اللاعبين خلينا نشوفه اولا الصورة القادمة شباب مشتاق مشتاق كابو الجند المجهول بالنادي هذا انت عندك صورة وياه نعم زين الجند المجهول بالنادي مشتاق ممتاز جدا في التعامل مع من؟ مع اللاعبين مع اللاعبين ومع الادارة حلقة وصل بينكم وبين الادارة صح. صح؟ صح مشتاق ما يتدخل بموضوع تشكيلة ما تشكيلة لا لا ما له علاقة ما له علاقة حتى هذا للناس اللي خلي. بعثت ببعض الرسائل مشتاق مرات ينزل تشكيل خلي. خلي كل الناس تعرف كابتن مشتاق ما يتدخل نهائيا ابد أبداً. ولا بالمئة ولا لاعب زين ابدا ابد نهائيا زين مشتاق شو يقول اي يقول شلون حكم هو <applause> كابتن مشتاق بالتحكيم أه؟ بيأذينا كلش والله صدق؟ والله العظيم يعني. اي حاله وياك اي يعني نفرز الفريق خلي مشاحنات تصير زين اي يعني بيناتنا والسؤال الثاني يقول كم بزونه عندك؟ تقريبا حاليا 14 واحد بالبيت صدق؟ ايه انا من جدا يعني عشاق المزازي صدق؟ والله العظيم كل يعرف فيها 14 14 واحد عندي يعني انا من اجل البيت كلهم يعني يعرفوني أيوه. ايه, إيه, إيه. لا بربك والله هسه انا مدي يعني انه ارجع شو وقت ارجع حتى اروح زين انت نباتي؟ نحل شنو يعني؟ يعني يعني ما تاكل لحوم؟ قليل 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 لحوم متعكل. قليل ها. زين عندك 14 بزونه؟ نعم والله على بالي الشاقون وياي ترى انا هاي قول الله يزيد بارد قول الله يزيد الله يزيد بارد يا الله الحمد لله زيت من بعد؟ ان شاء الله بدي وحده ان شاء الله على باب ولادك أيه. ما شاء الله لا بعدك ما بزوج لا شو وقت الزواج؟ ما افكر بالزواج حاليا ما تفكر؟ نهائيا ابدا؟ ابد عجيب سنت إيه؟ انت عندك صوره كابتن مشتاق نعم وعندك صوره ايضا مع نجم كبير تتوقع ويا منه؟ مدرب ولا لاعب؟ بدي اشوفها أشوف الصوره الجايه كاسياس اوه كاسياس ايكا آه. شو يشجع؟ ريال مدريد من شفت اخذت يا صوره؟ اخذت يا صوره متواضع مر... يعني قبل كان ماكو تاخذ سيلفي وهاي ماكو شخص اخذ لك صوره إه. فا ممكن اتذكر شخص اخذ له صوره وياه يعني بس قلت له هالصوره موافق خلاص بس انا بعد المباراه كنت اتمنى اخذ ريس راموس سيرجو راموس والله لكن علي رحمه تحياتنا إلى سبقنا اخذ رز إيه احنا بس. اتفقنا يعني منا انه من ياخذ دريس لاعب كذا لاعب اتفقنا زين آه انا اخذت دريس جافي 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 عندك عندي نعم الدريس محتفظ به؟ اعطيت الهدية يعني صديق عزيز علي زين طلعوا طي... طي... ما وما قدرت ارد اعطيته هديه اعطيته هديه زين انت من ياخذ لك صوره؟ من ياخذ وياي؟ ايه اكيد إيه؟ المحبين والجمهور الجوائد. توقع منه افضل صوره توقعت واحد من يجي ياخذ لك صوره يعني مثلا من بالجمهور او بالجمهور بالشخصيات بالكذا كابتن عصام ما ياخذ لك سيلفي مثلا هواي اشخاص هواي مثلا منو؟ والله ما اتذكر يعني هواي اشخاص والله الحمد لله محبه من الله سبحانه وتعالى تتوقع يحتفظون يحتفظون بالسيلفي معك؟ اكيد اللي يحب يحتفظ يحب يمسحها بشيء تحتاج يعني عائله ايس ايكر كاسياس واحد من نجوم الدور الاسباني انت تشجع ريال مدريد نعم وبهاي المباراه كنت تتمنى تلعب؟ انا اساسا بهاي المباراه لاخر لحظه تغيرت منو غيرك؟ انا بهاي المباراه قبل مباراه اسبانيا يوم... قبل يوم المباراه حي نورزق كابتن كرار جاسم تحياتنا اه؟ لك تقدر تساله دخل علي الغرفة المدرب والمترجم اه؟ قال عندي خبرين لكم خبر زي. مفرح وخبر حزين قلنا نعم. له مفرح شنو؟ قال العصام راح تلعب. والله والله بورا قال لك؟ بورا قال لي بورا قال لك عصام شخصيا قال لي راح تلعب هو ما خايف؟ قلت له انا ما خايف. قلت ليش جاي هيك بطوله؟ قال ده. لك آه كرار راح تقعد ترتاح شويه. انا وكابتن صالح تحياتنا له، كابتن صالح بتقدر تقدر تساله، انا وكابتن صالح بالتشكيله. بالليل غيرونا. ليش غير؟ منو غيركم؟ غيرونه ناس غيرونه صغير, يعني صغير, صغير, السن انت صغير صغير السن زين. ما يعني صعب عليك مباراه حتى مباراه جنوب افريقيا اول مباراه اول ربع ساعه قال لي قم سوي حماء المدرب اجى له تليفون من الاتحاد السابق اجى له تليفون قال له انت ايش تسوي؟ هذا بعده صغير شلون يلعب مباراه؟ من اول مب... من اول ربع ساعه انا سوي حماء لحد ما انتهت المباراه هو يلعبني بس يجي تليفون ولا تلعبه بعد صغير لا تلعب بعد صغير شكو ماخذيني وهو كابتن مباراة قال لي انه انت تصير افضل مدافع والله العظيم قال لي شفت مواصفات المدافع الجيد انت سواء. نعم مباراه سبان انت اساسي المفروض اساسي بالليل شلت قبل منو غير تشكيل والله ما اعرف ما اعرف هي كان رئيس الاتحاد بعد من يعرف؟ هي كان رئيس الاتحاد كابتن سعيد بقى. وكان كان نائب استا... كابتن ناجح حبيبي نعم عصام انت تعرف مو صح؟ نعم اعرف داخلك تعرف؟ اعرفه كل الزين حتى صالح جاء علي ك... كان بصفي هو كابتن هوارج جاء علي قال لي غيرونا انا وياك من التشكيله قلت له ليش؟ قال غيرونا وتغيرنا التشكيل. نه... من التشكيله منو منو يتحكم بالتشكيله؟ كانوا يتحكمون ها؟ كانوا يتحكمون منو؟ كانوا يتحكمون هو بعد خلاص, خلاص منتخل حتى منتخل حتى انا انا من... من من بكت تخاف من شيء؟ مو قصه تخاف هو كان اتحاد سابق وراح خلاص هو انتهوا ليش ما كابتن حسين سعيد كان اتحاد سابق وكابتن ناجح حسين سعيد كيفه؟ كان يدخل يتدخل يتدخل هو اللي بالمئة. قال هو اللي قال ما يلعب أصلاً هو. هو ناجح حمود خليها كان. سمو تالت خليها راحت بعد خليها راحت بكتها كيف قال بالمناسبه هذا سيفي راح يبقى لك باليوتيوب راح تبقى الحلقه باليوتيوب راحت حتى باكر او ما تنحسب عليه ما تنحسب عليه لا. زين وبعد اللقاء تقول لي لا لا ولا <applause> بس يعني بها يعني كلش انقهرت انقهرت كان مقتنع بي 100% زين المفروض تلعب اساسي انا حتى بها، بعد هواي لاعبين، كانوا إيه؟ بالمنتخب سابقين إيه؟ واني اخذني، يعني حتى حتى اكو لاعبين اكو ناس ها ايش عندك ويا كابتن بورا؟ أنت ما رجل مدرب اجنبي ايش عنده؟ لا عرفوا يعرفني عرفني ما انه اقتنع بيه من بين, بين 40 لاعب بيها بكتها إيه؟ اختار 13 لاعب اختارني، وبعدين إيه؟ رحنا لقطر اختارنا يمكن احنا ثلاث اربع لاعبين اختارنا لي. زين، خاف اللي اللي طلعك صاحب هذه الصوره اللي اللي ما خلاك تلعب، شوف الصوره القادمه هذا خاف كابتن العب زهره؟ إيه؟ لا بالعكس كان آه. يشجعني كابتن علاء <applause> اي والله تحياتنا له ومبروك على لقب الدوري ولقب الهداف يستاهل مبروك ابو هداف الدوري و يعني فريق اخذ الدوري عصام المهاجم اللي تخشاه بصراحه إيه؟ انا اخشى جميع اللاعبين والله والله اخشى جميع اللاعبين انا اخشاهم واكون إه. حذر منهم زين زين كل اللاعبين اي بس اكو لاعبين يعني علاء ما يخوفك مثلا علاء لو مهند مثلا علاء مهند مم. حمادي أخشاه زين انه انا ما اخاف من يعني اخاف يعني اكتب عليك ذاك أخاف بس أخشاه. مهند عبد الرحمن علاء عبد الزهره حمادي أخشاه يعني كلش زين واللاعب الاسود والله, والله. الاسمراني كلش أخشاه كلهم يعرفون بي يعني زين. يعني انا يمكن ك... لاعب نادي الحدود ولابي إيه؟ تاتش انا كانت لعبتنا الحدود بشكل مو طبيعي يعني حتى ضربني و... ضربته يعني بيها صار اها ايه صار انتو انت انت ورحم ايه زين اخشى اللاعب الاسود كلش زين طلع لك على عباس وميمي وكذا ايه ايه على عباس هم لاعب جيد ميمي ميمي لاعب لا. جيد بس حد لله اي مباراه عبد ميمي ما يسجل ما يسجل تلعبون انتو انتم كمدافعين بالكرخ تلعبون مان تو مان المهاجمين بالنقطة اكيد عملي. اكيد ايه يعني اقرب لاعب أي اقرب مهاجم تاخذه ما عندكم واحد اخذ هذا لا لا, لا ماكو ما ما بعد مان تو مان هو المهاجم اقرب لاعب تاخذه خلاص نعم هاي يصير كلام بينه وبين اللاعب اللي يلعب زي زميلي اللي يكون يلعب زين. جنبي انت اي اسمر تخاف من عنده شوف هذا اه روجيرو مو روجيرو شنو اسمه؟ <applause> شنو اسمه هذا؟ نسيته <applause> والله مو روجيرو ذاك برازيلي <applause> مو روجيرو برازيلي اي هذا يخوف ها؟ خوف خلصكم الحكي بيناتهم ما قصد خلصنا وانما قوي ايش قد ايش قد ايش قد سجل باللعبتين؟ سجل اربعة ضربة جزاء بس جزاء ضربة جزاء نعم كنت انا قريب عليه كابتن حسن قال لي انت نكون قريب عليه اه؟ ايه ايه وما سجل ما سجل بس خطر خطر كان لاعب غلطة سراي غلط فرنسي لاعب منتخب اه نعم جدا قوي بدنيا قوي بدنيا كلش قوي يعني هم لاعبين صورة عامه يعني الم... الهلال السعودي كلهم جيدين. زين، هسا انت نشوفك احتفالك بهدف مهم جدا. نعم، شوفه. الله. آه هاي سجلنا على فريق الطلبه. هذا على فريق الطلبه سجلت؟ نعم. ايش قد المباراه؟ واحد كل دقيقتين سجلوا التعادل، هنا احنا لا نغلب حتى نخسر امام الزوراء احنا نلقى المركز الاول. زين. لان اخذنا الوصيف عب. الموسم الثاني. هنا اخذت بها جائزه افضل لاعب. افضل لاعب. نعم. زين. يقول لك بس انت عندك هدف على الزوراء دبل هيك نعم دبل افضل هدف في الدوري؟ اجمل هدف تاره نعم محتفل بطريقه عجيبه غريبه ما اعرف ما اعرف اللي الاحتفاليه ما اعرف شو اسوي يعني ما اعرف ما ملاعب ضد الزوراء انت لا لا اقصد ملعب وجه الزوراء ملعب للزوراء لا لا ملاعب للزوراء ولا للجويه ولا للجويه ولا يعني فرق جماهير ولا تطالب بس للشرطه فقط للشرطة نعم. والشرطة ما ما بينت بالشرطة قليل لعبت لا لعبت لا بس آخر فترة يعني كل جماهير الشرطة يعرف إنه ليش سببت خروجي من النادي الشرطة شنو سبب خروجي يعني بكت كابتن ناظم تحياتنا له إنه قال لي أنت تحكي عليه من الجمهور بعد ما تعادلنا أمام القوى القوة الجوية طلعت أنا من الملعب يعني طلعت من من الملعب رحت المنزاع وطلعت احكي الجمهور وهاي ثاني يوم يقول عصام يحكي علي الجمهور زين انت قلت له اثبت لي شنو الاثبات انت عندك انه انا تكلمت عليك اتمنى لحد هاي اللحظه اتمنى شنو الاثبات اريد شيء اثبات انت لا والله ما قلت لهم ومجرد. بالعكس انا ما عندي اختراق الجمهور نهائيا <applause> كل عربية انا عندي اختلاف الجمهور كان <applause> هسه اشوف كل الفيس ولا كله تكتب عليه صار ما عندي اختراق حتى ما احكي احد الله شاهد علي زين انت قلت بزازين 14 زازين وبس <applause> الله شاهد <applause> والله والله عالم ثاني عالم ثاني هيك يعني اللاعبين يمك وهاي كلش آه. يعني احبه كلش احبه كلش زين ما حاكي ابد والله العظيم اقسم لك بالله حد هاي اللحظه انا ما حاكي نهائي ما قلت له إيه. ما وسطت ناس يمه لا هو كان يعني بدون تردد ما اعرف شنو الدافع قال ما احتاجه ما احتاجه وانا كنت العب اساسي وانا لاعب مهم بالفريق ايه؟ لاعب مهم بالفريق ما يحتاجك ما يحتاج. قلت له كل مدرب له وجهه نظر بس اريد اعرف شنو السبب اتمنى اعرف اتمنى اتمنى والله والله العظيم اتمنى ظلمك 100% حسيت نفسك مظلوم 100% مظلوم م? ولا ظالم والله الحمد لله وانت كنت مظلوم اصلا الحمد لله رب العالمين مظلوم ولا ظالم كل أه. يعرف كل جمال الشرطه من إذا, من اذا صرت اذا صرت مدرب تسمع من الطرفين لو بس من الجمهور لا اسمع من الطرف حتى ما اظلم احد أه. انه انا مثلا اساني إيه. كل الناس تحبني وتحبك زين مو كل الناس تحبني ما ادري ليش اللي يسمع من الناس؟ لا ابد ابد ثابت الراضي حياتنا له نهائيا ما يسمع من لا من اداري لا من شغله يقول اي شغله صير لاعب لا تجي قول لي عوفه لا تقول لي لا تقول لي اطردك لا تقول لي والله والله ما يقبل واحد ينقل على لاعب اي ما اكو مدربين هيك يحطونهم اكو مدربين يحطون لاعبين يحطون مساعدين. مساعدين 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 يوصلون حكي بس اختصاص تلقى المساعد انه هو دوره لا شيء بس يوصل حكي منو مثلا؟ ما اريد اقول لك اسماء انا لا اقول لك اسماء كل من يعرف نفسه بالفرق اللي لعبت بها؟ فرق اللي لعبت بها وغير فرق حتى كل لاعبين اسمعهم والله غير فرق الله شاهد يتكلمون هذا الكلام انه يعني ما احتراماتي انه اكو بيهم اصلهم كلام بس قال فلان وقال شوف هذاك بالتمشي يسووا يسوي هذا حتى يعيش حتى يعيش آه. زين انت حتى تعيش مشيها حتى تعيش عيش عايش بالحيله مو تعيش يعني حتى تمشي اذا عيش بالحيله موت بالفقر لا والله والله زين ما عيش بالحيله لازم اكون حدي زين شوف الصوره الجايه شباب ابو ذنون. آه ابو ذنون تحياتنا له. عندك صوره ابو ذنون بعد شو ايه هنا يعني كم صوره عندك وياه؟ عندي هواي والله. يونس كم صوره؟ عندي يص... كابتن يونس هنا والله كان يعني حفزنا يعني احنا كنا لاعبين صغار بالسن حفزني انا نا يعني ما مصدق. ما خسروا يونس. مع كابتن يونس نجم أه. نجوم العراق نعم نا... شفته وين؟ قطر. أو قطر اي شفته بقطر لان كنا احنا انا بالبدايه بغداد بعدين رحنا قطر اول ما شفته ابو علي يعني ابو علي ما مصدق انه كابتن انا ما مصدق نفسي انه مع كابتن يونس كابتن يونس وباقي النجوم يعني كابتن نوار ونشأت وكابتن نور لعبت وياهم لعبت وياهم ما مصدق يعني يونس بالفعل هو قائد الفريق قائد بالفعل بالفعل قائد بالفعل فلان يلعب فلان ما يلعب يعني هو يقول يعني ممكن لا 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 اذا اشتهى واحد يلعب يلعب لا لا ما. انا بالنسبه لي أه؟ ما شفت هذا الشيء نهائيا ماكو نهائي نهائيا ممتاز يونس كابتن فريق نعم وضع زين قائد هو قائد ما كان واحد يفرض نفسه على بورا بورا نهائيا مش قد رادوا؟ ما قدروا صح داخلين لل... للبطوله داخلين للبطوله حتى تتعادلون مع جنوب افريقيا تخسرون اقل خساره ويا اسبانيا وتفوزون على نيوزيلندا صح؟ كانوا يعني تعرف انت يعني دخل اسبانيا كان الاول صح انتم داخلين بهذا التخطيط؟ ما اعرف هذا الشيء انا يعني بصراحه ما اعرف هذا الشيء. بس احنا ما لعبنا خط... خطه دفاعيه وين جنوب فيها ما لعبنا ما لعبت لا بالمناسبه كابتن مبارك كان بعد كل تمرين ياخذنا انا وكابتن نشات على يعني على, على الجانب وحدنا زين كان جو مطر تعرف هناك زين يزم الكره يشوت يخ... علينا يخلي الكره تطب قدامنا ويسكن يقول خاف بالمباراه تصير حتى تتعودون زين بالتكرار تصير تعود كان, كان هواي اكو ناس يقول ها ايش عندك وياه؟ يعني بتصور في شغلة هاش عندك وياه ليش يسوي لك هيك ليش يريد لعبني كنت صغير عشان. كنت صغير يعني قلت لهم والله ما اعرف يعني هو هيك دائما يدز علي دائما يتكلم وياي حتى والله اتذكر من خصه البطوله الزمني قال لي انت تاخذ افضل مدافع بالعراق وراح تتذكرني انت عندك مواصفات جيده ايش بدها بيك زين شنو اللي ما شفناه منتخب الوطن هسه ممكن واحد من الجمهور يقول لك عصام مو زين صح ايه. قلت لك كان صارت تدخلات بها زين بعدها راح بورا اجى غير بورا اجوا مدربين غيرهم اجى فيرا نعم مره ثانيه رجعوه بهي قلت لك اتجهت البغداد ابتعدت رحت النادي زاخو الانظار شوي قلت عليه ها إح. ما يشوفوك؟ لا قليل كنت انا لاعب مميز غيب... اللي يغيب عن عين... عن العين تنساه القلوب اكيد وكان ك... تعرف انت ما يتجهون هيك فرق ها ما ما ي... ما يدخلون كانوا تعرف انت هاي موجوده القائمه موجوده اللاعبين نفسهم موجوده 17 18 لاعب هاي آه اذا تصير يضيفون لاعبين ثلاثه بس زين الصورة القادمة تقول أنت من من جيل الطيبين جماعتك كلهم اعتزلوا لا كابتن أبو هيل كانت هي هنا اعتزالية هاي أنت يعني... ناطح الكرة مو؟ أي أنا ناطح الكرة ايه؟ كانت مباراة اعتزالية هاي يعني بط... يعني أخذوا كابتن أبو الهيل تحياتنا له كان عمل الاعتزالية هاي حتى يعتزل؟ حتى يعتزل والله مش مدري شو بس أنت كبير كل جماعتك هسا يونس لعب وياك اعتزل هوار صالح سدير كل اللي ذكرتهم معتزلين بس أنا صغير جيت ها والله انا صغير يعني يعني مو صوجك صوجك انت صغير انا صغير يعني شلون اذا اجي صغير يعني زين سؤال ثاني نعم انت لعبت ويا جيلين نعم قارن لي بين الجيل السابق والجيل الحالي شنو يختلف ومن من الافضل؟ منتخب؟ ايه تعرف انت هنا هذول صاحبين خبره زين وعلى مست يعني على يعني بطولات كثيره دخلوا اه؟ انه هذا الجيل الثاني كانوا يمكن كم, كم لاعب من الجيل السابق وياهم يعني صرت انا من فتره مو طويله زين وياهم بس يعني تعرف منو الافضل؟ يعني ذاك تعرف انت انت اي واحد تساله سؤال يقول لك جيل 2007 اكيد هو جيل 2007 لأن اكيد لانه حقق بطوله ما حققها الجيل. انت شو تقول؟ بالتعامل بالنصائح بالكذا منو؟ لا أه جيل 2007 2007 اذا 2007 هو الجيل الافضل بالنسبه لك صح زين ال الصوره صورة صورة اللي طلعناها صوره الجسم خلينا نشوف الصوره القادمه حتى ما يعني اختصر عليك الطريق بوعو كان. كان كل شيء حبنا احنا دائما كنشوف هاي مال التنس اللي ورا 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 الصوره ايه؟ نلعب تنس كنا بالكره يعني كانت ما ما بالعراق بالمناسبة هاي مال التنس بالكره اي ايه؟ كان ما حد يلعبها كان هو يلعبها كان كلش يعني هو يلعبها يزعلين. هو يلعبها زين حتى اكو شغلات كان بالكوكرات يلعبها هيك يعني بالعوانه اي اه؟ ما كانت ما كنا نعرفها احنا دز علينا احنا اربع لاعبين كابتن نوم. علاء، كابتن سامر وانا وكابتن هيلجورد نلعب بيناتنا والمساعد ماله ايضا فهنا من كل ما يغلب يسوي هيك يقول انا ما احب اخسر نهائيا ما ما خسر يقول ما احب اخسر زين. حتى اللي يخسر يطلع العذر لا يغلبنا زين خلينا من بورا شوفوا اللقطه القادمه شباب اللقطه القادمه تحدث عن فريق النفط ليت حسين بشار سعدون, مازن فياض وليد كريم وليد كريم وانت هاي سجلنا هدف على الصفاقس على الصفاقس يعني. نعم تعرف مازن فياض شو يقول؟ ايه يقول احنا لو عدنا جماهير النفط لو عندنا لو فرق كان من زمان اخذنا الدوري صح انت شو تقول؟ صح انا قلت باكثر اكثر من لقاء ايه فريق النفط لو جماهير كان اخذ الدوري من زمان من زمان فشوف هسه فريق منافس اه؟ هسه إيه؟ مع احترامات الفريق شو يسوي لك الجمهور؟ يضغط على الحكام مبلي. انت صي أنت صيح أ... صيح على الحكام أ... مو انا الحكم لا بالعكس ناس اصلا حكم الحكام... مر... لا مرات تصير مثلا حاله مثلا تصير تقدر مثلا انه كابتن كذا حاله هاي غلط هاي صح اكيد انت بالملعب تنزل زين مو احنا عندنا مقطع فيديو ممكن نشوفك اياه ايه نشوفك نشوفك مقطع فيديو لو ما تشوفه يلا اكيد نشوفك زين اذا جاهز الفيديو شباب اذا جاهز الفيديو نشوفه يلا خلينا نشوف الفيديو هذا بس لو انت فريق جماهيري صدق الحكم لو شايفها أه؟ كان ضربه جزاء واضحه 100% هسه هاي ضربه جزاء وانت آه غلست انا آه 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 انا اسوي المستحيل إيه؟ المهم الكره ما تدخل الهدف حلو آه انا جايك بهذا الموضوع نعم. انه انتم دائما المدافعين كل شيء تسووه حتى ما تدخل الهدف نعم زين حسن. لكن لو شافك الحكم بيدك ممكن هاي كارت احمر بس انت عاد تغلس ليش تقول للمصطبتك تقول لهم هي اخذتها لا اكو لاعب من ما كنت اصور انه الكاميرا راح تكون عليه شبيه رعت فينا فينار؟ راعد فينار سالني تحياتنا اليه قال لي الكره قلت له بيدي قال لك بيدك اي بيدي خلاص ايش سويت؟ كان أه الحكم أه كابتن يوسف سحيد تحياتنا اليه تعرف انه هو معروف كل م. وسط رياضي انه ما يتلكع عن اي ضربه جزاء نعم يدقها دقها مشافه زي شافها مش زين ما شافها لان صارت دربكه بيني وبين كابتن محمد قاصد هو شوت ميمي؟ ميمي سوى تيك تحياتنا لميمي بدي حيل الله يوفقك ان شاء الله الله يوفقك مستاهل كل خير زين اذا المهم المهم وضع وضعك زين الحمد لله ويا الحكام وان شاء الله نتمنى لكم تكونوا في هذه ان شاء الله الصوره القادمه شباب مهند عبد الرحيم بدنيا اقوى منك بهواي مبين لا انا فاول واضحه شو سوالف؟ حط اشوف عكسه هنا أنا واني شوف قلت لك انا هنا يعني مو بس الكره الا بالهدف حتى اسوي المستحيل ها. هنا يعني كره ضربني واخذت الكره من امامه زين من اخطر المهاجمين صعب قريب النفط قريب من النفط صعب صعب قريب من النفط مهند إيه؟ والله ما مره اسمع منك اه انا يعني سامع شي؟ لا والله انت قريب من الزهراء انا قريب من الزهراء إيه؟ الشرف لكن انا حتى الان عقدي ما خلص مع نادي سنتين بالنفط نعم سنتي من نعم. تبقى بالنفط؟ والله هذا شيء يعني عاد الكادر التدريبي والاداره اذا 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 الكادر التدريبي اذا جاك عقد وجاك النفط نعم وين وين تبقى؟ النفط نعم. بالنفط نعم مرتاح بالنفط؟ الحمد لله مرتاح اداره ممتازه جيده فلوسك و... توصل لك؟ شهر بشهر شهر بشهر نعم كل المواصفات موجوده كل المواصفات يعني لو ما شفت الشيء الجيد كان ما عقدي زين تحياتنا لاداره النفط هذا موضوع ممتاز جدا على اعتبار انه كل الاصدقاء يتكلمون بهاي انت يعني ماكو لاعب اشتكي عليهم ما عندهم ناس. ممكن. اي لاعب اشتكي عليهم زين أه الصورة القادمة شباب الصورة القادمة تحدث عن نادي زاخو وانت شو ماكو صف هذا اللاعب البرازيلي اي البرازيلي ايه. وهذا عبد اللطيف بداري لا هذول برازيليين اثنين اثنيناتهم برازيليين مدافع ومهاجم مدافع ومهاجم نعم زين هذا منعم فليح نعم كابتن منعم بطل لو بعدين بطل بطل, يعني؟ بطل صار خلص. مدرب الصلاخ مدرب الصلاخ نعم مدرب ويا رشيد سلطان نعم شو وقت ترجع الإصلاح هذا آه بعد من من تبطل ترجع بطل زين انت نادي الصلاخ هو قدمك للنجوميه قدمت له شيء؟ لعبت له بلاش لعبت له بلاش نعم موسم كامل بلاش؟ وقتها كان عقدي جدا قليل، كنت لاعب اساسي بالفريق وعقدي جدا قليل. بسيط. بسيط زين قدمك بفيديو جبت لهم سياره دريس فشي لا جبت لهم جبت لهم بس انا ما اطلع بالاعلام انه انا جبت وانا كذا واقول كتبوا لي والله ما هذا شيء معيب جبت يعني لهم وجهه نظري إيه؟ معيب انا يعني انه كذا لا لاعب جاب كرات وهذا معيب هذا ها. هذا استهزاء بالنادي زين استهزاء بالنادي والهيئه الاداريه شوف الناس شو راح تقول عليه بس جبت لهم دراسات وكرات لو دراسات؟ لا بس دراسات مو يعني الفاتر عمري الفات عمري هديه. هديه 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 ما كانت يعني انه انه اني جبرون لا هديه انت من عندك هديه من عندي انا آه يعني بدون ما يعرفون زين هديه آه عاش ايدك يعني. والله زين نرجع لزاخو زاخو الان تاهل للنخبه نعم انت قلت جمهور زاخو يحبني انت قلت موضوع ثاني قلت انا آه النفط اي آه ثاني انا النفط الاولويه؟ ايه نادي النفط نادي النفط, النفط. اذا هسه جوك زاخو اذا مثلا ما صار اتفاق مع مع اداره نادي النفط يجيني اداره زاخو ايضا يعني انه اجلس معاهم حسب هو هذا احتراف زين اتفاق انت مع النفط يجوك زاخو الان شو تقولهم ما اتفاوض وياكم خلاص روحوا انا بالنفط لا اشوف أقولهم لهم اني اولويتي نادي النفط ما صار اتفاق ما صار شيء هاي هذاك الوقت بحث اخر زين شو تحب تقول لهم اداره زاخو صاروا للنخبه انه انا باركلهم لهم وانا بالمناسبه باركت لهم يعني و... يستاهلون زين وان شاء الله الله يوفقهم بدور ممتاز زين ونشوف فريق صعب. زين عندنا اربع دقائق بالضبط ثلاث دقائق واربع دقائق. نعم. شوف الصوره القادمه صوره مؤلمه. طلبه مو؟ ناد هوك. هوك لو طلبه؟ هوك هاي. تدري على طلبه؟ ناد هوك. ازرق. اي كان حسين عبد الواحد و عبد, رزاق. عبد الرزاق حيدر عبد الرزاق، وهذول اللاعبين الاربعه اللي جالسين لاعبين ندهوك. زين. هاي مباراه تمام و... اربيل. ملعب ملعب, ملعب فرنسا عليهم موجود ايه هنا اغلبنا 1-0 كان كابتن نور جاي من اسيا من اسيا ايه هنا اول يعني اصغر يعني كنت صغير بالسن هنا يعني كابتن باسم استقطبني والله اي والله زين يقولون آه بدوك ممكن يرجع ممكن هذا الموسم ممكن. ممكن انت مع عوده انديه المحافظات نعم للدوري آه هاي الانديه يعني عندها ملاعب زين وتقليص الانديه النفطيه هذا يمكن صار مقترح آه. يعني. يقولون راح يقلصوها مقترح بس لكن حاليا ما ي... ما يقدروا يطبقوا ليش؟ راد فتره طويله انت تعرف انت انه انه دمج انديه ما انديه هاي صعبه زين خلينا من هذا الموضوع مو منت... انت انت م... يقول لك مشنص تروح الزاخو ل... اذا قلصوا الانديه النفطيه منو اني؟ <applause> <applause> لا ان شاء الله باق مع النفط باق مع النفط زين اخر صوره شباب وايد تحب راموس هذا خدت من علي رحيمه قلت لا اخذ يا صوره بس اخذ بيه صوره اها حتى لا يبقى بنفسه قلد راموس؟ لا لا ما قلده لكن احبه كلش زين انت تشجع ريال مدريد وتحب سيرجي راموس نعم, سير نعم. آه، انتم كلاعبين لما تشوفون مباريات مثلا ريال مدريد برشلونه هذه الانديه نعم يعني ايش تستفاد من عندها؟ يعني مثلا شلون اقول لك؟ انه تشوف حركه المدافعين تعامله مع الكره، تعامله مع الخصم. اكيد مو بس يعني هنا حتى بالكرات الثابته زي تحركاته يعني زين شلون تكون كلامه ويا زملاء اللاعبين م. كلها احنا لازم نتابعها. زين بالكرات بكرة... بكرة الثابته هو يسجل راموس. ولا آه. شايفك مره مسجل. ليش؟ مو عنده اجمل هدف؟ آه عندي مو بس هذا الهدف عندي ايضا مع الشرطه على الفريق الكرخ. زين. من حاله دبل. دبل. نعم. خلاص بس هذا؟ وعطلة طلبه عندي. ثلاث اهداف؟ نعم. مو انا قليل اصعد ايش قال على مبارياتك الدوليه؟ يمكن خمسه الى ستة ست مباريات ست مباريات ممكن إنتقل. تزداد لو خلاص ان شاء الله طموحك طموحك طموح طبعا خلص. حد ما ابطل منو خ... من خليفه عصام ياسين؟ حاليا؟ إه؟ انا اتصوره؟ ايه رعد فنار زين شو تحب تقول رعد فنار؟ انه الله يوفقك وانت لاعب جيد وبعدك صغير بالسن وال قدامك طويل آه انه بس شويه تقلل من عصبيتك انت خليفة منو؟ يعني خليفتي؟ انت خليفة منو؟ ما اعرف بالضبط. هسه يعني إذا راعت في نار، من انت خليفة منو؟ قلنا خليفة عصام ياسين، انت خليفة منو؟ يعني انه انا عارف انه خليفتي منو؟ لا انا خليفة منو؟ انت خليفة منو؟ كابتن راضي راضي شنيشن؟ نعم. مش شايفك تلعب بالارض وكذا. لا لا ليش؟ كا... هوايه هي... شو اسمه هوايه اكثر من لقاءات انا انه كابتن ما شايفك تلعب بالارض راضي شنو يلعب بالارض هواي انا مش على توجيهات المدرب مدربين نعم شكرا جزيلا كابتن عصام اشكرك كابتن امين وان شاء الله كانت حلقه مميزه كنا خفيفين الظل عليك ان شاء الله شكرا جزيلا كابتن عصام شكرا لكم احبتي المشاهدين على حسن الاصغاء والمتابعه اجمل تحيات كادر البرنامج لا تنسوا الجمعه القادمه بنفس الوقت مع ضيف جديد وسيف اخر الى اللقاء